السلام عليكم. صورة طبق الأصل، ستون كوبي كونفورم. واش حدث مع أمينة خليف؟ الجزائر راهي تعاني منها، تشوف واش من الكلام اللي تكلموا على أمينة خليف، تشوف الطعن في شرفها، طعن في سا بيرسوناليتي، الشخصية تاعها. حتى شاركوا فيها رجال الأعمال، صاحب تويتر لوشيان إيرون ماسك، كاين تاني فيتور بريزيدون تاع لي زيتازوني ترامب، كاين رئيس الوزراء نتاع ايطاليا. وشوف واش المغاربه وهي داريير توسا، الصهاينه والمغاربه ولي فرونسي بيان سور. دونك الجزائر في نفس موضوع مستهدفه من طرف العالم. العالم شكونو؟ العالم اللي عنده لي غيدستون، اللي عنده لي ريكومونداسيون تاع غيدستون، ولا دليل الصخور الامريكيه اللي فيها هذا ديزارتيكل، ديزارتيكل وراح يقوموا بحروب من اجل مليار ذهبي. وتاني في المليار الذهبي يكونوا الناس كما نقولوا حنا 106 كاع مثليين، باسكو المثلي ما عندوش دوله، ما عندوش دين، ما عندوش اخلاق، ما عندوش ذات، ما الجسم نتاعو يبيعوا الجنس اللي كما هو. دونك الجزائر هي محاطة بأعداء، منها وتكلمتكم عليها باللي الروس من بكري نتكلم عليه، وحكيتها على لافير اللي صارت مع بومدين في 76، قبل 76، قبل 76، اللي تكلم مع بريجناف كان معروض في روسيا بيان سور في اكس يوراساس، وتكلم مع بومدين وقال له تنابشوا في الكلام باللي راك تعطينا السلاح من دره، السلاح الاخر اللي ما دارش هيدا، وصارت هيدا. ومن بعد كان راح يقعد بومدين جا للجزائر، ومن بعد الوساطه تاع اليكوسيغين مع شيفرنازي عاود ولا بريجناف وجاب لنا اسلحه جديده باش. وانا ما نامنش بروسيا، باسكو ولات درك العالم ولا تكتلات، ولات التكتل هذاك فيها مصالح، ينجم يلاشيك الصديق التقليدي، ينجم يرميك على جال منافع تاعو. دونك كي تشوف الاصدقاء كما امريكا واليهود وفرنسا مع اليهود وانجلترا مع اليهود، عطاو لهم التكنولوجيا تاع النوكليير، حنا بلينا الجزائر اللي حليف تقليدي من وقت الثورة الجزائرية، من وقت خروتشوف، لكن النووي ما عطاهولناش. نورمالمون حليف هو اللي ينجم، كانت صراع حرب عالمية تلقى هو في المقدمة اللي ينجم يعاونك بقصد كبير، لكن تلقى اليهود عندهم القنابل النووية، وهي تهدد مصر، تهدد السعودية، وتهدد الإمارات بلي نضربكم، تهدد الأردن بلي نضربكم بالقنبلة. وصلت مع السادات على هذيك لي سينياليزاكور، وقالوا له عطاو له ساعة في يدو سينو يضربوا بالقنبلة النووية. دونك روسيا كي تشوف لي فاغنر اللي جابهم في الحدود، جابهم الحدود، انا يا هذا العبد اللي يجيب لي الفاغنر اللي ما عنده ني ساس ني، ماشي اون ارمي كونفونسيونال، تلقى جيش تقليدي معروف، عنده استراتيجية، عنده علام، هادو ما عندهمش علام، فاغنر عندهم علام وحدهم. دونك غدوة كانت تدار معه ولا تخسر يقول لك انا ماشي تاوي. دونك غير معروف، غير معترف به دوليا،
دونك زاد جاب لك حفتر، حفتر هذا اللي كان حليف امريكا وتربى في الماريكان والعدو اللدود للجزائر والفينانسي بار الامارات، وين يحط غدامس في لي فرونتيير تاع الجزائر. وتركيا بالرغم من تركيا تساند الحكومة الحالية اللي من أصول تركيا، دونك كانت تضرب عليه، هذه مرة سكتت. دونك كاين مشاكل كبار اللي راهي صايرة في هذيك المنطقة، وعلى هذيك اللي قلت لكم غزوة أحد نهار النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا تبرحوا الجبل هذاك تاع الرومات، حنا تاني ما نبرحوش المناطق هادو اللي كاين اعداء نتاع الدين. وراكم تشوفوا والصرا في اليمن وين بعثوا قرابه 100-120 من بينهم دي مارسونار عملاء نتاع اسرائيل وامريكا، ومن بعد واسمع روسيا خبرت ايران وايران خبرت الحوثيين وقضوا عليهم، هما يقولوا 70 والاخرين حكموهم حيين. دونك باش يعرفوا كيف هو منين جا ومنين. دونك هما حابين هكذا كيفتحوا لك جبهات ومن بعد يدخلوا جماعه باش يسابوطيو ابارات البترول والغاز، وعلى بالكم الغاز هو سبب اللي راه صايره هذا الشحنه نتاع روسيا مع الجزائر. دونك حنايا في هذا الواقع الشعب الجزائري يكون متماسك مع بعضه، وكي تشوفوا الرياضيين الجزائريين اللي يعطوا التحيه للجيش ماشي باطل، الجيش هما حمات الوطن، هما الاولين اللي في السبله، نورمالمون نوقفوا معاهم قاعيتك الجزائري. الخوانه هذوك من بعد ان شاء الله لا ديكلونشات يونغار يبدا يموت بالواحد، والموس ياكلهم، الموس يذبحوا من الرقبه. دونك الخوانة الجزائريين ينجموا يوليوا الطريق بالطريقة نتاع جبهة التحرير الوطني إن شاء الله. دونك الجبهات هادو اللي داروهم مع المروك وفيه الصهاينة، جبهة تاع حفتر وجبهة تاع المالي، هادو يفو با نبرحوا المنطقة نتاعنا. وكاين طرق يفو دوك الجزائر لادوبت طرق جديدة في الحروب، ماشي فوق الأرض تكون تحت الأرض. دونك الجزائري في التماسك والتلاحم، باسكو عندنا جميع الجبهات رانا نضربوا فيهم. فرنسا راك تشوفوا، في حكيت لكم على وصاير في فرنسا ولا لا رومونتي نتاع الجبهات ولا ليكستريم دروا، ليكستريم دروا نتاع انجلترا تاع لوتريش تاع لوتريش وتاع واسمو تاع فرنسا وايطاليا، هذه لا مونتي اللي طالعه. كاين جيش اللي راهو يتدرب في اوكرانيا، غدوه نهار تسقط اوكرانيا، دونك راح يجيو لبلادهم يعاودوا يوليو الانجليتر وما يشبه، ومن بعد يدخلوا في منظمات قتاليه اللي تابعه للاكستريم دروات، يبداو يقتلوا في الجزائريين في الجميع ما هو اترونجي، يقتلوهم ومن بعد الناس تولي تهرب من انجلترا، والناس الاموال تاعهم ما عندهمش كاع الوقت باش يهربوا الاموال تاعهم. دونك هضرت عليها، دونك تكالب هادو تاع الاحزاب اليمينيه هي الاسباب اللي راح تطرد الجزائريين، والكثير منهم يطردوهم من اللي عاش تما واللي راهو يقول لك جو سوي فرونسي، دونك يورا با سيت نوسيون دو فرونسي ولا دو ناسيوناليتي. ناسيوناليتي شغل اون فاست à tout moment il n'y a pas, à tout moment on vous arrache ce veston. Donc la nationalité ça ne veut rien dire. Vous êtes un Algérien, d'ailleurs un colonel, Yaitolo Ben Daoud, تعرفوا القصة تاعو اللي راح يحضر يورينيو، كي جا داخل قالوا له انت ما تدخلش، وقال لهم كيفاش انا ضابط وراني معايا، يعيطوا لي لارينيو، قالوا vous êtes un arabe، ومن بعد قال المقولة تاعو عربي وقالوا كان الكولونيل بن داود. وكي جا الجزائر خافوا لي يدير ثوره وقعد يولي جيش الجزائريين، دونك واش داروا له؟ خنقوه كما الناس واحد اخرين،
وقالوا بلي او خنق روحو. دونك بالنسبه لي كاك سوا استاد الفرنسي ولا تلبس كما هما تلبس الميني ولا سوبر ميني ولا تمشي عريان ولا تولي مثلي كما هما بور فوزات ان عرب يفياندرا لو جور اون فولاش يقتلوك يذبحوك يعذبوك كي شغل المحاكم اللي دارتها اسبانيا. دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوا يفو الاتحاد شتو هذيك ايمان قاسوا الشرف نتاعها قاسوا لها الاخرى وقعدت ساكته ولو كان هذيك الشحنه هذيك هكذا قالت لهم يفو نجيب لا ميداي دور باش نسكتهم ودرك حان الوقت باش نعطاك مون جوستيس. وان شاء الله كما قلت في التدخل اللي فات باللي قادره باش عندها الدروا دو ريبونس في لو كونسي دو سيكوريتي كو سوسوا هي تروح بنفسها دير طلب حق الرد على ما قاله الروسي. دونك ان شاء الله الجزائريين عندهم اون اكسبيريونس يعرفوا ما شكش في الدبلوماسيه تاعها. كاينه حاجه اللي نقولها باللي الاصدقاء اللي رانا ندارينهم ان شاء الله نمشيو معاهم بحذر ما نحطوش الثقه 100% على خاطر غدوه ترامب يتفاهم مع بوتين غدوه يوليو صحاب ومن بعد يقول له خلي لي هذوك البلدان نتلها بهم ويخليهم اللي كاباب باش باسكو الحرب راهي كلفت له الكثير من الاموال والموتى ديجا باش يخلص عائله تاع الموتى تاعو. دونك راك تشوف دخلوا له حتى لي فرونتيير 5 كيلومتر وما دار والو كان جات عنده قوه عظمى يضرب هذيك اليوكران كما دارت الامريكان مع ناغازاكي بالقنابل النوويه تضربها بضربه واحده كاع يسكتوا ميم لوطون كاعتك هو ما دارهاش. دونك الانسان هذاك ما فيش ثقه انا ما نامنش به. ان شاء الله لا حبينا نديروا نتعاونوا كاين باكستان نتعاونوا من اجل النوكليار ينجموا يخدموا لنا النوكليار ونجيبوا هنايا سكرتمون نقدروا نخدموا مع الصين قادره تبيع لنا. دونك ليسونسييل حنا الجزائريين ردوا بالنا المعايير الدوليه تبدلت ولات فيها المصالح فنقة لو حضرنا القوة تاع الجيش الوطني هاري يكون موراه الشعب متضامن معاه متكاتل معاه وين يرفع له المعنويات نتاعو عن طريق لوسيراسك كلمة تجامل معهم. إن شاء الله راح نرفدوا المستوى وهذه شتوا واش صرا في العالم اللي كانوا ضد قاعدتك إيمان خليف ولا العالم قتلناهم بهذاك التلاحم الجزائريين في الخارج اللي في فرنسا خرجوا بلي درابو تحيا الجزائر وقسما ودوات في قلب العاصمة الفرنسية اللي كانت بالأمس وما زالها عدوة للجزائر. احنا الخونة هادو تاع الجزائر لابد نكافحوهم وان شاء الله راح نربحوا ان شاء الله بثبات يفون بنيو مجتمع أصيل مبني على النخبة الجزائرية الصاعدة هذه. كي تشوفوا الباك جابوه كي تشوف جزائري دا المكانة الأولى ميدالية ذهبية في الرياضيات اللي راح شارك فيها في انجلترا. دونك هذه توحي باللي المدرسة الجزائرية راهي رايحة في طريق الآخر. لكن المدرسة الابتدائية هذه كيفو نبدلوا الاخر يفو راكم تشوفوا التكلم الفرنسي كي يهضر مع خليف وهضرت له اون لونغلي هذه هي اللي عندي سنوات وسنوات نقولوا التعليم نتاعنا يفو ندخلوا لغه حيه هي الانجليزيه خاطر اللغه الفرنسيه تخلي اتباع فرنسا اللي يروح يشري الاسلحه يحب فرنسا اللي يحب يشري التعامل تاعو مع فرنسا وفرنسا تبعث لك الكاملوت تبعث لك ما تعطيكش التكنولوجيا ما تعطي لك والو تخبي كلش. دونك باش نحيو العملاء تاع الجزائر يفون بدلوا اللغه وراك شفت هذاك الفرنسي اللي جورناليست غير بدا يهضر باللونجلي تقلبت الامور والحمد لله هضرت معاه اون لونجلي باللغه الفصحى وعرفت كاش تدافع على نفسها. هكذاك الجزائر يفون نكونوا التعليم نبدلوه على بالك باش نبدلوا الشعب هذا الاخر نبداو بالمدرسه اولا المعلم
لابد يحترم المعلم، الطفل يحترم المعلم بالرغم منه، ولا جا الاب يداوس مع المعلم دخل هذاك ولي التلميذ يدخل الحبس باش لو ريسبي تاع المعلم، باسكو يولي الطفل يحقر المعلم والمعلم يولي يكره روحه، يولي ما يحبش يعلم المجتمع هكذا. ثانيا الاخلاق، الاخلاق التربيه يفون نعلموا نديروا كيش نسرقوا من المدرسه تاع اليابان وين يتعلم كيفاش ينقي المدارس، ينقي الاجواء نتاعو، ما يكتبش في الحيوط، يحافظ على البيئه. دونك الاخلاق اللي في الدين الاسلامي نتاعنا اللي ما نجحناش بها لابد يفون تكون صرامه الاخلاق، والاخلاق من التربيه تجي وين الطفل يحترم المعلم والمعلم يحترم الطفل اللي يكون يعلمه بطريقة ويعطي له هذاك الذكاء، يفجر فيه الذكاء اللي راه اكتساب داخلي انتراساكت يعاود يفجروا المعلم. كاينه من بعد العلماء، العلماء العلماء اللي يفو العالم، يفو الجامعة تحظى بعناية كبيرة، نشريو لها الماكسيموم باش ندير الغنى وشطيح ورديح وندير هذاك تاع الفوتبال هذاك، نرغم السوناتراك قولي باش تمد ليزيكيب الملاير، تعطي للجامعات تشري لهم الالات والعتاد اللي يحتاجوا الطالب باش يفجر الطاقه تاعو، يفون نبدلوا العقليه تاع الجامعه، يفون نخلصوهم مليح. دونك هادو هما اللي حبينا ننجحوا، نديروا ثقه في العلماء نتاعنا اللي راحين يجيبوا لي زيدي، وكاين باير دو فون اللي عنده الاموال هو اللي يشري لي دي ويفجر هذيك الطاقه. الاختراعات اللي كاينين في الجزائر كاختراعات كاين ما شاء الله، لكن لا خلينا العالم وخلينا الاخلاق وخلينا التربيه وخلينا المعلم. راح الجزائر كاين ثاني لي زانجينيور يفون نعاودوا نرجعوا رواحنا هذيك ال ام دي سيستم، ما راحش يجيب الخير للبلاد، راح نديروا السيستم تاع الانجنيورا، الانجنيور هو اللي راح يبني لك البلاد، الانجنيور بغراسا سون انتيليجونس ساكريا كريا ساكريا سون كرياتيفيتي راح يديفلوب لو بيي دون دومين تاع الاركيتكتور، دون دومين تاع ما نقعدوش في الكوبيزم هذاك، يفوت نبنيو بطريقه جزائريه، طريقه اللي تجبد السياح، تجبد لي زارشيتيكت باش يجيو يقراو هنايا. دونك لي زانجينيور في لانفورماتيك، لي زانجينيور لانجينيري كاع اللي كاينه في الكورسوس نتاعنا يفوت نعاودو نرجعو لانجينيور. هذا ما جينا نقولو ان شاء الله يكونوا اذان صاغيه، وهذا حاجه خطيره اللي رانا عايشين فيها، ما عشناش الخطر كما راهو درك، في اي وقت قادر ديكلونشي اون غار في العالم هذا. والسلام.